الخدمة خدمة طيب باش الحجر قطعت عليك حجر وذاك ما تشوفش بها هذه خلاص ايه شنو اللي بكري نشوفوا لك كنت في الفرقة تاع الموسيقى هذا كنا في شنو في القسمة كنت في القسمة نهار الأول في مسكوت في سكوت مسكوت تم شكون يروحوا في شنو يحضروا الحفلات ويديروهم كما كان ابراهيم زعطوط كما كان الاخر الشيخ العيبة الله يرحمه بالعاليات هاي بالعاليات ما لا انت حضرت اسماعيل مشتا هذوك اسماعيل مشتا وهنا هنا برك هنا هو اللي نقصر مع عمار هاي اسماعيل مشتا كان يلعب بالطبله البريكي كان محمد غلايه محمد غلايه هاي هاي ولد وش يقولوا له ابراهيم مالو والو وكان ثاني ساعه ساعه عمر تبوبة الله يرحمه هذا كله كنت نقول لك عليه عمر تبوبة عمر تبوبة عمر تبوبة حمودي ها من بعد حمودي شيكاك هاي حمودي شيكاك كان معكم ثاني هاي كان معنا وي صافي في الرقص ويدير ثاني فولكلور هو في الفولكلور لا لا نهضر على الفرقة تاع الشكوى برك فرقة المزود ولا آلة المزود ايه كنت انت عاود لي شكون الاخر انت محمد ومصطفى بيريكي محمد غلايه وعمار سحنون عمار سحنون ايه هاي. وكان البحري من بعد الحق البحري تاع الفريقات هذيك مع بلغور البحري اللي غني درياش هذا ايه يغني البحري ما عرف مازال حي مازال حي مازال حي كانت عنده كاسوكات خضراء هاي وكان عبد الرحمن بلغول عبد الرحمن ثاني بالطبله عبد الرحمن بالطبله هي الطبله ايه وكان يكسر مع عمر تبوبه مع عمر الله يرحمه كان معاه ديما وهما يقعدوا كل واحد في عرس ولا حاجه كي يتلاقوا ما يتفاهموش عمر تبوبه وعمر سحنون وعمر سحنون في كل واحد هذه هي الفرقه كل واحد ما يتفاهموش ايه ايه يجيبوا واحد في زوج يكسروا هذاك تهضر لي في السبعينات سنة سبعين و سبعينات وروح روعه ايوه بعد ولينا نسميوها ولينا هبطنا للفاش للفاج إيه. دار الشباب عقبنا ثم يجي واحد حتى السنة ولا 12 شكون اللي كان مدير ثم في الفاج في ذاك الوقت؟ كان عمار عمار وشن؟ عمار تاع سليف تاع عمار وشن؟ ايه هذا كل ثم دخلني ثم يعسوا ثم كان الشريف شيخ الشريف الله يرحمه تاع صحاب وكان الشيخ احمد شيخ احمد حقه فكرتني فيه الشيخ احمد نسميه صالح بي والله هذاك الشيخ احمد هذاك شريف 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 هذاك منين؟ هو شكون مدير عمل تباني ايه هي هذاك شريف والاخر نقبت منا في السنين تباني اسحاب 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 ايه هذاك ملي كانوا ثم وقت ملي هذاك كنا ثم ونروحوا هي نروحوا كيما نقولوا كيما لا كورونيا ايه تمشيو نروحوا لسكيك دار نروحوا عقبوا 15 يوم كان عمار وشن مدير عمار وشن ايه ومن بعد ثاني ولينا ساعة ساعة ونديروا هنا في سطيف. ايه. والحفلات هذيك. خرجات ايه خرجات. مناسبات. ايه مهرجان. مهرجان ايه. 15 يوم. ما رحتوا لتيزي وزو ورحتوا ل. ايه رحنا تيزي وزو ورحنا لبسمية وقلت لك احنا في سطيف. كلنا نقصر فرقة. ايه كل خطرة. ساعات يديروا في سينما. ايه. فارياتي. ايه الفارياتي. ساعات نقصروا في الصاد. صح. في صاد. سهرة ثم. كانت حطها كان وقت كبير هماش وقت مليح اه مليح وقت مليح لا حول ولا قوة الا بالله وذوك راك قاعد تو الشيخ عبد الوهاب يا اخي شفته؟ ايه جبته معايا قلت له نعطيه صحابه حويته حبيت الناس ايه وهذه هي وباقي الى ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبدل شوية الحالة تبدل الوقت تبدل ثم نورمال عادي 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 جدا الواحد يتأقلم وخلاص شكرا يعطيكم الصحة شلال يعطيك الصحة شكرا لك الشيخ عبد الكريم أهلا عبد الكريم خطوش بيك عشرة قديمة لا في الطريق والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربي لقينا إن شاء الله في سعادة اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين ومن بعد جينا احنا درنا الفرقة تاع الموسيقى هذه ايه الموسيقى مع شريف كما نقولوا ناصر الحموية ولا آخر ولا آخر شريف هلال ناصر الله يرحمه ايه وكانوا قبلنا مصطفى والنوري كانوا قبلنا الله يرحمهم كما النوري الله يرحمه يضرب العود
نوري نوري يلعب كمان يلعب الفيولون ايه الله يرحمهم نور يرحم جميعا مصطفى وستيف ايه مصطفى وستيف ذوك ايه الاولين خلاص شكرا شكرا شلالي وخي شكرا 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 مع السلامة.